من عمان تنضم إلينا داما الكردي مراسلة الغد. إذا داما، لو تطلعين على أهم مطالب المتظاهرين، وهل هناك مسيرات متوقعة لليوم؟ نعم، المطالب بدأت يوم الخميس وبدأت الاحتجاجات بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية، ولكنها امتدت خاصة بعد إصدار الملك عبد الله الثاني لقرار بإلغاء هذا القرار وإلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية والعودة عنه لهذا الشهر. إلا أن الاحتجاجات استمرت أمس من أجل سحب قانون ضريبة الدخل. مطالب المعتصمين كانت تتمثل في سحب قانون ضريبة الدخل وأيضا قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار والتي كانت قد ارتفعت حوالي 5 مرات خلال هذا الشهر. من المتوقع أن يكون انتهت طبعا الاحتجاجات كانت سلمية في داخل العاصمة عمان، ولكن كان هناك بعض الاحتكاكات مع رجال الأمن في المحافظات، وتم إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الأردنية. انتهت الاحتجاجات السلمية في العاصمة عمان وفي مختلف المحافظات، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك أيضا هذه الليلة دعوة إلى اعتصامات عند الدوار الرابع، ولكن نعم. لم يتم تأكيدها إلى الآن، خاصة بعد الاجتماع بين رئيس مجلس النقباء ورئيس مجلس النواب، حيث وقع 70 نائب على عريضة برفض وسحب قانون ضريبة الدخل. نعم، ده ما موقف الحكومة من هذه المطالب وهذه الاحتجاجات؟ الحكومة تمسكت برأيها بعدم سحب القانون وتركت الأمر لمجلس النواب، حيث تحرك النواب ب70 نائبا بضرورة سحب القانون ورفض مشروع القانون. الحكومة لم يكن لها أي تعليق أمس، ولكن كان التعليق الوحيد على مشروع القانون برفض سحب القانون وتركه لمجلس النواب. نعم، دمى الكردي مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك، حدثتنا مشاهدينا من عمان.